هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب تائب، أسأل الله عز وجل أن يرزقني التوبة النصوح، وكنت من قبل التوبة أشاهد عددا كبيرا من الأفلام الجنسية، ولا يخفى عليك يا شيخ ذلك الخيال المشبع بتلك الصور، فما الوسيلة للنسيان ومقاومة تلك الشهوة الجامحة التي لم أستطع ردها حتى بالصوم؟ وأستغفر الله لي ولك وللمسلمين. أولا، الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والهداية وشرح صدرك لسلوك سبيل محبته ومرضاته. أوصيك أخي بحب الله، فإذا أحببت الله جل وعلا أنعم الله عليك، ألا وإن من حب الله الذي يزيدك الله به ثباتا على الهداية أن تشكر على هذه النعمة وتقول الحمد لله والشكر لله أنه لم يدركني الموت وأنا على هذه الملهيات والمغريات والشهوات المهلكات، فأحمد الله عز وجل على نعمته. الوصية الثانية التي أوصيك بها: إن كثرت عليك هذه المشاهد فأوصيك بكثرة ذكر القبر والموت، فما هذب سلوك الإنسان شيء أعظم بعد توفيق الله جل وعلا وهدايته من ذكر القبر والموت والحشر والنشر والسؤال والصراط أكثر من ذكر الآخرة. فإن الموت نغص على أهل اللذات لذاته، والموت قطع أهل الشهوات عن شهواتهم أكثر من ذكر تلك اللحظة الأخيرة من هذه الحياة. والله مهما بلغ من معصية الإنسان إذا تذكر أنه ستمر عليه هذه اللحظة التي لا يدري متى زمانها ولا يدري أين مكانها، هانت عليه الدنيا وما فيها. وتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبلا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون، وأنت مرهون بما كان ويكون من أمر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الآخرة، فإن الله يقوم بها سلوك المؤمن ويحفظه من الزلل. والأمر الثالث، أوصيك بوصية هي من أفضل الوصايا في مثل هذه الأمور: كثرة الدعاء، أكثر من الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، والله جل وعلا القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، ولذلك أكثر من دعائه وسؤاله أن يصرف قلبك عن ذكر هذه الشهوات وهذه المناظر والملهيات، فإن الله يفعل، فإن أمر الله كن فيكون. ولذلك قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فالله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك ينبغي للإنسان يكثر دعاء الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه، وبإذن الله ستجد من الله فرجا ومخرجا. أخي في الله، إن هذا الذي تجده الآن من تعلق قلبك بما مضى، وتحس في بعض الفترات يمر عليك طيف من خيالها، امتحان وابتلاء واختبار من الله جل وعلا. الله يريد أن يختبرك الآن، فإن حن الإنسان إلى الماضي كان نقصانا في هدايته ونقصانا في إيمانه على قدر حنينه. ففر إلى الله، فإن الله إذا نظر إليك وأنت إذا جاءتك تبكي وتشتكي وتتألم وتضيق عليك الدنيا، كان هذا الضيق وهذا الهم الذي يصيبك في ميزان حسناتك، لأنه كما أن للأيدي والألسنة أعمال، للقلوب أيضا أعمال. فلذلك مقتك لهذه الصور لما تتذكرها وتتألم منها وتكثر من الاستغفار عند ذكرها، فإن الله جل وعلا يثيبك عليه. والوصية الأخيرة: إذا مر بك طيفها أذكر الله وأرجو من الله جل وعلا إذا فعلت ذلك أنه لا يعود. لماذا؟ لأن طيفها جاءك من الشيطان، فالشيطان يريد أن يذكرك هذا الماضي حتى تحن إليه. فإذا وجدك صادق بمجرد ما يذكرك بها تذكر الله، ما يأتيك، لأنه ما يريد ذكر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الله وكن مع الله جل وعلا، بمجرد ما تذكرها قل أستغفر الله، وإذا ذكرتها يتفطر قلبك على التفريط في جنب الله ويكون عندك حزن على ما أنت قادم عليه من الآخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف قلبك عنها وأن يجعل لك الفرج منها، والله تعالى أعلم.